الحملة الانتخابية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قالوا أو أعلن المستشار محمود فوزي إن هيتم ترشيد نفقات الحملة الدعائية إلى أدنى حد ممكن، وأن وطالب المستشار محمود فوزي بصفته طالب من يريد المساهمة إني لأن في الهيئة الوطنية للانتخابات بتحدد البنك الأهلي وبنك مصر في إن كل مرشح يفتح حساب خاص بيه للإنفاق على الحملة، لتكون هناك شفافية ومكاشفة ومسألة في مصارحة مع الناس، مين اللي بيتبرع وكيف يتبرع وكذا. فدعا المستشار محمود فوزي من يرغب في المساهمة في الدعاية الانتخابية للسيد عبد الفتاح السيسي إنه يساهم في أو يضع تبرعاته أو مساهمته في البنك الأهلي أو بنك مصر وتخصيصها لدعم فلسطين. وهنا يعني بأثني على القرار الحقيقة، وإني يعني أعتقد إن ده نهج ممكن يتم يعني مرشحين آخرين يتجهوا هذا الاتجاه، وإن ده يعني إحنا حتى في انتخاباتنا الرئاسية لا ننسى أهلنا في غزة، ودي كانت رسالة أعتقد لكل من يريد أن يتبرع لدعم القضية الفلسطينية أو دعم أهلنا في غزة. طيب أستاذ إسلام، مهم جدا أنه الناخب يعرف برنامج مرشحه، إزاي الناخب يقدر يعرف ويتعرف على هذا البرنامج؟ هو وسائل الإعلام لها دور كبير طبعا في المسألة، وسائل التواصل الاجتماعي الآن لها دور كبير في الترويج للمرشحين. خلينا نقول إن أيضا هناك ضوابط في الدعاية عبر وسائل الإعلام المختلفة، إن وسائل الإعلام خاصة المملوكة للدولة تحديدا هي يجب أن تكون وهي بالفعل على مسافة واحدة من جميع المرشحين، هذا أولا فيما يتعلق بالحملات الدعائية أو في التسويق أو الترويج السياسي للمرشح الرئاسي.